أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بشرم الشيخ أعاد مصر لمستوى القمة بين دول العالم. وقال رئيس مجلس الشيوخ في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام لها دلالات هامة تؤكد أن مصر بدأت مرحلة الانطلاق نحو مصاف الدول الكبرى بمشروعات عملاقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وقد سعدنا وسعد المصريون جميعا بالمستوى الرائع لتنظيم المؤتمر من كافة مؤسسات الدولة وحسن استقبال الضيوف وكلمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحورية الجامعة المانعة في قضية المناخ وقضايا أخرى دولية حظيت بإشادة واسعة من كل قادة العالم المشاركين ومن جميع وسائل الإعلام العالمية. لقد عادت قمة المناخ 27 مصر لمستوى القمة بين دول العالم، وندعو الله عز وجل أن يتم نعمه علينا إلى نهاية المؤتمر وأن يثمر عن قرارات حازمة وتوصيات حاسمة تنقل العالم حاضرا ومستقبلا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.